خوت مرحبا بكم في قصه جديده. القصه ديال هاد النهار هذا ديال الرعب. شفتكم بزاف كتطلبوا منا قصص ديال الرعب. في هاد المره قصه مرعبه هي ديال واحد العساس ديال واحد المقبره. كانوا دايرينو عساس وهو كان كيحفر على الموتى اللي دفنوهم جداد، وعنده واحد اللقات كيلعب به السنين ديال الذهب. يعني شحال كمركب شي سن ديال الذهب ومات وكذا، كيجبدها هو ديك السن ويمشي يديها يبيعها، يعني يقلعها من القبر موسط داك السيد اللي ميت. ولكن هاد السيد عيق، فغادي نشوفوا اسمه وقالوا في التالي مع الجن ومع الموتى. بقاو معنا حتى التالي ديال القصه وعطيونا جيم. واللي اول مره يشوف هاد القناه هذه ولا هاد الصفحه ديال هذه في فيسبوك فايت ابونايت كي على ابوني، ونكملوا القصه ديالنا. القصه ديالنا كتبدا مع واحد السيد سميتو دريس، دايرينو عساس على واحد المقبره. كيعرف دابا العساس ديال المقبره كتكون عنده الدار حدا القبور، يعني باش يكون عاس تما باش يبات تما، ومزوج عنده ولد. ولكن المشكله هي ان كيقول لك واحد المثل المصري، حاميها حراميها، يعني اللي درناه باش يحضيها صدق هو اللي صدق يشفرها. هاد السيد هذا كان عنده واحد اللقاط، واحد البانس، كان ديما فين ما كيدفنوا شي واحد جديد، يعني فين ما كيدفنوا بحال اليوم يدفنوا شي واحد تما في ديك المقبره كيخليهم يمشيو، وفي الليل مع ديك 10 ل 11 ديال الليل كيجي ويجيب داك اللقاط ديالو ويجيب البالا والفاس ويحفر على داك الميت ويقلب له فمو يشعل الضوء تما، ويقلب له فمو فيه شي سن ديال الذهب ولا سن ديال النقره، لان كاين بزاف الناس اللي كيطيحوا لهم سنهم كيركبوا سن ديال الذهب ولا سن ديال النقره ياك. ملي كيحفر على داك الميت وكيجبد كيبقى يقلب له فمو واش فيه شي حاجه يحل الكفن ويحل كذا، كيبقى يقلب الى لقى شي سن ديال الذهب ولا ديال النقره كيجبد داك اللقاط ويقلعها ديك السن هذيك. ما لقاش كيولي يرد الكفن كما كان ويرد عليه التراب ويمشي، وحتى الى لقى كيرد عليه الكفن ويرد التراب. المهم واحد النهار هو كيقلب هكا يحفر تما يقلب في داك الكفن وكذا، حل واحد القبر بقى يقلب في داك الكفن باش يحل داك الكفن، وكيسمع مرته كتعيط له دريس ادريس. قال لها هاني جاي صبري. ترد داك الكفن هكا بحال غير زرب عليه وجا ماشي عند مرته يشوف فين راه. بنت له مرته جايه لعندو مع الطريق ديال القبور، يعني في وسط القبور جايه لعندو، ولكن كتبان له طويله. مرته ما طويلهش كاع، حاط الطول هذا فيها 4 متر ولا بحال هكا. قال كيفاش مرتينا كاع فيها هاد الطول هذا؟ ومنين دار الضوايه باش يشوف شكون هي ما بانلوش الوجه ديالها، يعني الوجه ديالها ما كاينش بحال كيما نقولوا وجهها غير موجود. بقى مهود ديك الضوايه يشوف لها رجليها، هو شاف لها رجليها وكيلقى عندها رجلين معزه ماشي رجلين بنادم. صافي جمد بالخوف ما قدش يتحرك، يعني صافي جمد له الماء في ركابي الماء في ركابي ما قدش يتحرك. وهي كتزيد لعندو كتقول دريس، وكتزيد لعندو ديك المراه هذيك وهي ماشي مرته، وجمع القوه ديالو والشجاعه ديالو ويهرب يجيبها في الدار. مشى عند مرتو قال انا ها اسمو وقع لي، ها اسمو وقع لي، وها اسمو هذا الشيء اللي كتب الله وانا ما كنتش نقول لك. قالت له مرتو هذا الشيء راه ماشي ما خدامش، والله ينعس الشيطان والله يهديك وبعد عليك هذا الشيء وشوف لك شي فقيه بعد لك هذه الصوالح هذه. قال لها واش تهبيل انا نمشي عند الفقيه نقول له ها اسمو ها اسمو راه كيجيني الجنون. والمشكله كان كيحلم انه كان كيحلم ديما يحلم الجنون، يعني ماشي بحالنا حنايا مره كنحلموا ويجري علينا كلب، مره تحلم نفع عضاتك، مره تحلم راسك طاير، مره تحلم تلقى الفلوس، مره كذا. لا هو كل ليله كيحلم الجنون، حلم اليوم الجنون غدا يحلم الجنون، فوقاش ما نعس كيحلم غا بهم. ومشى قالت له مرتو ودي سير عند شي فقيه يحيد لك هذا الشيء، يدير لك شي رقيه شرعيه ولا كذا. قال واش انت هبيله نمشي نقول للفقير راني كنحفر على القبور وكندير وكندير وكندير. قالت له لا ما تقولوش القصه ديال الحفير وديال القبور، قول له انت غير الجانب ديال الجن، قول له راه كيجيني الجن في الليل وكيهترني وكيدورونجيني وكذا من النار كيهجموا عليا ما عرفتش علاش. قال لها صافي نمشي عند الفقيه. مشى عند الفقيه وما قالوش اودي انا كنحفر القبور ولا انا كنجبد الموتى ولا كذا. قال له ودي راه غير الجنون كيجيو يبرزطوني. قال ولا ما يمكنش. قال له الجنون راه ما كيتعداوش. قال له الا ما تعديتش عليهم راه ما يتعداوش عليك، شوف سمو درت انت كبيت عليهم الماء ولا ديت لهم شي حاجه ديالهم ولا. قال له لا وتقول. قال له بيناتنا الله راني ما درت لهم حتى شي حاجه، راه غير كيتعداو عليا في بطن الله. قال له غادي ندير لك واحد الحصن على الدار ديالك، واحد القران نقرا لك القران وكذا منا، ونقرا لك سوره البقره وكذا منا باش الجنون ما يدخلوش عندك ما يقربوكش. قال له صافي. مشى معاه للدار، جاب واحد الماء واحد الخمسه ديال الماء بقى كيقرا فيها القران، يقرا يقرا يقرا، وشد داك الماء بقى كيزل مع الطرف ديال الدار باش الجنون كيقربوا لتما لذاك الماء يحرقهم. صافي السيد بحال اللي ولا يصلي ولا يتوضا، بدا يتوضا ويصلي وكذا منا وتاب لله. ولكن كما كيقولوا ما بقاوش يجيو دوك الجنون، ما بقاوش يجيو ملي بقى يتوضا ويصلي ما بقاش يخرب في دوك الصوالح. ولكن كما يقولوا الشيخه ما تنساش هزت الكتف، قعد شي ايامات وكذا منا وبانت له عاود يولي لذاك الميدان. قال صافي الجنون راه مشاو في حالاتهم راه ما بقاوش يجيو. قطع الصلاه ويهز لقاطو ويجيبها في القبور. وقلت لكم هو ساكن في القبور، يعني ساكن الدار ديالو حدا القبور لانه عساس ديال القبور، هما دايرينو يعس الساعه هو صدق يشفر القبور ويخرب في القبور. هز داك اللقاط ديالو ويمشي، مشى لواحد القبر ويفتحو، فتح داك القبر حل داك الكفن. هو لقى عنده واحد السن ديال الذهب جبدها بداك اللقاط، قلعها، ملي قلعها شاف خينا كيشوف فيه الميت حل عينيه وكيشوف.
قعدوا ولا مش طراجين ما يمكنش يكون كذا. قال ربما علاش عينيه مفتوحين هاد الميت، علاش عينيه مفتوحين، ربما راه ما ماتش موتة عادية، ربما راه انتحر ولا قتلته شي حاجة ولا اكسيدو ولا باش بقى هكا عينيه مفتوحين، يعني ما ماتش موتة عادية. ولكن المشكلة ماشي غير عينيه مفتوحين هكا وصافي، لا كان كيشوف فيه، يعني عينيه كيشوفوا في دريس، دريس بديك الخلعة وكذا من ردك الفنغاب الخف وكذا وردك التراب وجابها في الدار. واحد النهار مرته مشات للسويقة، مشات تسوق، يعني مشات تشري شي كسوة ليها ولا شي حاجة، وهي كتفوت حداها واحد المرأة عجوزة، واحد المرأة كبيرة شارفة. قالت لها انت هي فلانة؟ قالت لها واه انا فلانة. قالت لها راجلك سميتو دريس؟ قالت لها واه راجلي سميتو دريس. قالت لها قولي له للميت حرمته. ماشية كتقول ديك السيدة قولي له للميت حرمته، للميت حرمته، للميت حرمته، ماشية. ديك السيدة تخلعت وماش راهاتش كاع من داك السوق ولا تجري للدار. قالت للراجل، قالت له ودي ها سمو، لقيت واحد المرأة شارفة ما نعرفها ما تعرفني، وها سمو قالت لي، ها سمو قالت لي، ها سمو قالت لي. قال هذا الشيء غير تخربيق هذا، لان كيما نقولوا ديك الفلو، داك الذهب اللي كان كيجيب دوك السنين ديال الذهب وكيمشي يبيعهم، يعني الفلوس كيما نقولوا عماتو ما خلاتوش يشوف سمو راه واقع، يعني الخطر اللي راه داير به. ما بغاش يحمد الله، ما شوف الجن عطاه رساله باش يبعد على الميت، للميت حرمه. يقدر هذوك ارواح ديال دوك الموتى، ماشي جن، يقدر يكونوا ارواح ديال دوك الموتى هما اللي كيتصيفوا له في ديك الصفات وكيجيبوا شي باش يحذروه باش يبعد، لان للميت حرمته. ما داهاش فيها. واحد النهار هو ناعس راقد، هو كيحلم واحد الحلمه، بان حلم راسو كيحفر في القبور. هذه حلمه باش ما تتلفوش، ماشي بصح، هذه راه حلمها هو، حلم بانه كيحفر في القبور وسمع ولدو كيعيط له، ومنين تلفت يشوف ولدو ولقى ولدو كيخرج من هذا القبر وكيقول له ادريس ابا ابا، كيجي ماشي عنده كيلقاه درق غبر، كيولي بقى يشوف هكا كيبان له خرج من واحد القبر وخد اخر، كيجي ماشي عنده عاود كيغبر ويولي عاود يبان في قبر وخد اخر، كيجي ماشي عنده كيلقاه غبر يدرق هنا يخرج له يخرج منه بواه تلف شويه، هو كيسمعوا يعيط لهم واحد القبر، ابا ادريس هاني هنا هاني هنا في واحد القبر. جا بواه قال كيفاش ولدي راه في وسط القبر، واش جيب البالو حيد ذاك التراب يحفر على ولده، ولدي فين راك، راك هنا. ملي حيد ذاك التراب وبغى يشد الكفن، قال الكفن كيتحرك، ذاك الكفن كيتحرك، ملي بغى يفتح ذاك الكفن باش يشوف ما لقى حتى حاجه، ما لقى فيه لا ولده لا حتى شي حاجه. هو كيحس بشي حاجه واقفه موراه، حس بحال شي واحد واقف موراه، بالخلعه تلفت يشوف شكون راه واقف موراه، شكون يلقى؟ يلقى داك خينا اللي قلت لكم كان يشوف، اللي قلعلو ديك السن ديال الذهب وبقى كيشوف فيه هكا، اللي كان قلعلو ديك السن، داك الميت اللي كان قلعلو السن وبقى يشوف فيه، اللي قلت لكم كان يحسب له انتحر ولا. لقاه واقف موراه وقال له جوج كلمات، قال له ابنك راح. كو سمع مرتو كتنوضو، ادريس نوض، ادريس نوض، فاق من النعاس. ملي فاق لقى ولدو ميت ومرتو كتبكي، مالك فيقتيني؟ قالت له ودي راه ولدك مات وما يبكي وكدا. يعني الجن دالو ولدو لانه ما بغاش يحترم الموتى، وشوفها هو كيما نقولوا الارواح انتقمت منه، وهذه هي سبب التوبه ديالو. يعني شوف عطاوه الرسائل الاولى ما تابش، وجاو خرجوا له وكذا وما تابش، وجاو في المنام وما تابش، وجات وجاو في صفت مرا شارفه وما بغاش يتوب، وكيما داروا معاه ما بغاش يتوب، حتى داو له ولدو قتلوا له ولدو، عاد تاب ولا لطريق الله. فكنتمنى القصة تكون عجبتكم، وتحياتي لكم، وإن شاء الله ونشوفكم في قصة جديدة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانة وليتق الله ربًا.